للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة. نرحب بكم في نشرة الثالثة ونبارك لكم هذا الفوز المستحق. طبعا ماذا يمثل فوز منتخب البحرين لكرة الطائرة في البطولة العربية 23 لمنتخبات الرجال طبعا للمرة الثالثة في تاريخه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يشرفني أن أرفع أسمايات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، إلى سيدي صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وإلى سيدي سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ولكافة طبعا الأسرة الرياضية في مملكة البحرين على هذا الإنجاز الكبير اللي حققه منتخبنا للكرة الطائرة. أكيد الله يسلمك أن هذه طبعا يعكس يعني دعم القيادة الرشيدة حفظها الله للرياضة وللرياضيين، وهذه الله يسلمك يمثل أن احنا فعلا اليوم الرياضة البحرينية تخطو خطة ثابتة نحو تحقيق الأهداف المرجوة منها. لله الحمد يعني إنجاز يلي إنجاز، وهذا يعكس الاهتمام الكبير وأيضا يعكس تطور الرياضة البحرينية وتطور المستوى الفني فيها، سواء كان على مستوى اللاعبين أو على مستوى المدربين. نعم، إذن يعكس طبعا هذا الإنجاز يعني للمرة الثالثة في تاريخ المنتخب دعما لا محدود يحظى به قطاع الشباب والرياضة في مملكة البحرين. لو نتحدث أكثر بخصوص ذلك. والله يسلمك، يعني هذه مؤشر يعني طيب بأن الرياضة البحرينية لله الحمد يعني حسب ما تم التخطيط لها من سياسات من خلال المجلس الأعلى للشباب الرياضي واللي اعتمدها سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، واعتمد هذه السياسات طبعا. نعم. وأيضا الله يسلمك السياسة اللي وضعت الهيئة العامة حسب توجيهات سيدي سمو الشيخ خالد بأنها توضع استراتيجية خاصة للارتقاء وتطوير الرياضة البحرينية. هذه الله يسلمك مؤشر يؤدي يعني يعطينا دلائل بأن الحمد لله أن ما يتم تحقيقه الآن. نعم. هو يعني نتاج هذا الدعم نعم. وسامج والتخطيط السليم. نعم. وأيضا الحمد لله يعني مثل ما شفتي الله يسلمك بأن قدرنا من خلال هذه البطولة يعني حق ايضا فوز على يعني ابطال افريقيا، يعني اليوم منتخب التونسي هو بطل قاره افريقيا ولله الحمد قدرنا نفوز عليه للمره الثانيه، وهذه طبعا كلها جهود اللاعبين وجهود المدربين وجهود الجهاز الله يسلمك الاداري ومجلس اداره الاتحاد، اضافه الى الدعم الكبير اللي تحظى فيه الرياضه من خلال سيدي سمو الشيخ خالد ومتابعته واهتمامه بهذا الجانب. وما ننسى الله يسلمك بان هذا الإنجاز للمرة الثالثة يؤكد بأن الحمد لله الرياضة البحرينية وخاصة في كرة الطائرة وفي يعني ماشيين على يعني خطة ثابتة. نعم. وقاعدين لله الحمد نحقق النتائج اللي تم التخطيط لها وحسب ما يتمنى سيدي سمو الشيخ خالد. نعم، إذن دكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، شكرا جزيلا لك.